لا ولن نصطف مع أي طرف، ولكننا نصطف مع مصلحة تونس ومع الدستور بتاع تونس. صحيح عندنا عليه مقاربات، صحيح عندنا عليه نقاط معناها اختلاف في مضامينه، لكن هذاك هو الإطار المتفق في شأنه، وهي المرجعية اللي نتحرك عليها. وبالتالي عندما نتضامن مع رئيس الجمهورية إزاء التهديدات وإزاء التطاول الذي مورس من تحت قبة البرلمان عليه، هذا مش تضامن مع شخص قيس سعيد مع احترامي لشخصه، وإنما تضامن مع مؤسسة دستورية التي يراد معناها فهمتني تقزيمها وتهميشها حتى تبقى معناها في مربع معين. وبالتالي لهذه المؤسسة الدور الذي يجب أن تلعبه في إطار المحافظة على الدستور والمحافظة عن الأمن القومي التونسي وعلى معناها الاستقرار في تونس، وهذه كلها من صلاحيات رئاسة الجمهورية بصرف النظر. لكن المسألة على ما يبدو أعمق سمير الشف اليوم، المتابعة لكواليس اتصالاتكم ولقاءاتكم وعلاقة قيادة اتحاد الشغل وفي مقدمتها الأمين العام نور الدين الطبوبي برئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم المسألة تتجاوز التضامن. اليوم على ما يبدو فما تطابق رؤى، لدرجة أنه فما بعض الأخبار تفيد بأنه رئيس الجمهورية بصدد استشارة الطبوبي في بعض المسائل الكبرى. اليوم فما حتى استشارة، وكأنه اتحاد الشغل اليوم أصبح ركيزة من ركائز الحزام المحيط برئيس الجمهورية قيس سعيد في معركته مع البرلمان ومع حركة النهضة. شوف، هو هذا شرف للاتحاد أن يكون لمؤسسة رئاسة الجمهورية التقدير والاحترام للمنظمة الوطنية الأم في البلاد، اللي ساهمت في تحرير البلاد، واللي ساهمت في بناء الدولة الحديثة، واللي ساهمت المساهمة الرئيسية في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. فكر فأن الذكرى تنفع المؤمنون، لأنه الحديث توا عن الثورة والهوج الثوري والمسار الثوري معناها ولا يقزز الحقيقة، لأنه أشباه معناها كتابة التقارير الأمنية والبوليسية في فترة ما قبل 17 ديسمبر اليوم ولاو يقدموا في رواحهم وسوقوا في أنفسهم بأنهم حماة الثورة، والحال وأنهم هم معناها من كانوا جزء من أدوات القمع والوشاية والقوادة في فترة. ماذا المقصود بهذا سمير؟ يعني التوانس الكل يعرف، التوانسة الكل يعرفوا شكون هما الشباب والمناضلين والقوى اللي كانت معناها تقاوم في الاستبداد والحيف الاجتماعي، ومعناها تسلط جهاز الدولة على كل نفس حر ديمقراطي معناها ومدني، وشكون اللي صدورها تعرات للرصاص مفتوحة للرصاص في فترة الثورة 17 ديسمبر، وشكون اللي كانوا يتابعوا في أحداث الثورة عبر الفضائيات عن بعد، وكانوا معناها في بعض الأحيان يعتبروا وأنه هذا معناها عبث وهذا معناها فهمتني مغامرة قد تؤدي بالبلاد إلى الفوضى. واليوم خل الناس تحترم روحها، ولو أنه مانيش فيها حاليا الفوضى، قصة الثورة والثورة ما عادش تعنيني برشا.